هناك أيضا في ذات الوقت من يتخوف من أن تقوم أمريكا بتكرار ذات السيناريو في اليمن، خاصة في ظل الحديث عن بدء الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل خدمة الإنترنت والاتصالات الفضائية على امتداد خارطة اليمن. قد يكون ذلك تحسبا ربما لهجوم على البنية التحتية للاتصالات في صنعاء. هل هذا بالأمر الوارد باعتقادك؟ كل شيء وارد من الولايات المتحده الامريكيه في بسط لمحاوله بسط نفوذها في المنطقه 100%. ادخال التكنولوجيا يسهل على الاستخبارات والمخابرات سواء كانت اسرائيليه او امريكيه في استقصاء وتعقب اهدافها بسهوله. كما ان الجانب اليمني الان قد بدا باستهداف الطائرات الامريكيه، وهذه اعتقد في ال 24 او 48 ساعه الفائته قد اسقط طائرتين من الولايات المتحده الامريكيه طائرات استطلاع، اي ان هناك تصعيد في تصاعد في قدرات الحوثيين هناك. ولكن على المستوى المنظور القريب لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه قد تشترك او تفتح جبهه جديده كبيره في اليمن مع المقدره على ذلك، ولكنها هناك اعتقد هناك سيكون تركيز على الجبهه الشماليه لاسرائيل. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من معلومات وايضاحات. كنت معنا عبر سكايب من واشنطن الباحث في الشان الامريكي والشرق الاوسط استاذ فاضل اليونس.